قال برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية الرؤية. يجب يقصد يجب على من حال دون مطلعه غيم أو قتر. القتر يعني الغبار، تراب، ما نقدر نشوف القمر إذا طلع. الآن إذا قلنا فرضنا نحن اليوم في 29 من شعبان، اليوم 29 من شعبان، غدا يحتمل الأول من رمضان ويحتمل 30 من شعبان، لأن الأشهر العربية لا تنقص عن 29 ولا تزيد على 30 أبدا. فيقينا غدا إذا كنا في 29 من شعبان، يقينا غدا 1 رمضان أو 30 شعبان، ما في ثالث. لا يمكن يقول الله يمكن بعد، يعني إذا لم يكن غدا رمضان إذا بعده غدا، يقولك لا يمكن بعد 3 أيام، يمكن يصير شهر 31، ما يصير 31 العربي، ما يصير 31. طيب يمكن أمس رمضان أو اليوم رمضان، لأن يمكن 28، ما يصير 28 الشهر العربي، إما أن يكون 29 إما أن يكون 30 فقط. طيب في 29 من شعبان غدا هل هو رمضان أو ليس برمضان؟ ينظر الليلة كما هو معلوم تسبق اليوم، فنحن الآن مثلا في ليلة الأربعاء، شو طالع يبين شيء. طيب نحن الآن في ليلة الأربعاء، صحيح ولا لا؟ صحيح. ها ليلة الأربعاء صحيح، ومعنا قبل شوي قبل المغرب كنا في يوم الثلاثاء، الحين دخلنا في ليلة الأربعاء، فالليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، فليلة الأربعاء قبل يوم الأربعاء، تبدأ الليلة ثم يأتي اليوم. الآن نحن في 29 من شعبان، هل هذه الليلة هي ليلة رمضان وغدا يكون أول أيام رمضان، أو هذه الليلة ليلة 30 من شعبان وغدا 30 من شعبان؟ يحتمل أمرين. إذا كان الجو صحوا ونظرنا في السماء ما خرج الهلال، معناها إيش؟ معناها غدا 30 من شعبان، والأمر واضح جدا. إذن رمضان يكون بعد غد، والأمر واضح جدا. لكن المشكلة إذا كان هنا غيم أو غبار بحيث يمكن يكون طلع وما رأيناه، اللي يكون خرج الهلال ولم نره. لماذا لم نره؟ لوجود الغيم، لوجود الحاجز المانع. مثل واحد هنا جالس في المسجد يقول ما أشوف الهلال، طيب أنت في سور في سقف أكيد ما تشوف. كذلك الهلال إذا كان هناك شيء يمنع من رؤيته كالغيم والقتر، هذا لا يعني عدم وجوده، وإنما يعني إيش؟ أن الغيم منع من رؤيتك له. إذن فإذا كان منع من رؤيته غيم أو قتر، نحن الآن في حيرة، نقول احتمال طلع وما شفناه واحتمال ما طلع الهلال، أليس كذلك؟ هكذا يكون الأمر، احتمال طلع الهلال ولم نره، واحتمال لم يطلع الهلال. لماذا؟ لأن الغيم يمنعنا من الجزم في هذه المسألة. فهل يصام غدا أو لا يصام؟ بعض أهل العلم قال يصام غدا. لماذا؟ احتياطا. قالوا ونصوم يوما من شعبان خير لنا من أن نفطر يوما في رمضان. يعني افرض طلع خطأ، طلع ما طلع الهلال، ما سوينا شيء غلط، صمنا 30 من شعبان، ما المشكلة؟ لكن إذا طلع صح وما صمنا نعتبر أفطرنا يوما من رمضان. فقالوا الاحتياط أننا نصوم. الأمر الثاني قالوا جاءت آثار عن الصحابة، عن ابن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقولون بالصوم ويصومون هذا اليوم احتياطا، من باب الاحتياط للدين. الأمر الثالث قالوا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن حال دونه غيم أو قتر فاقدروا له. قالوا ومعنى اقدروا أي ضيقوا، كما قال الله تعالى فقدر عليه رزقه، يعني إيش؟ ضيقوا. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني إيش؟ ضيق عليه رزقه. وكذا قال الله تبارك فظن أن لن نقدره
عليه يعني إيش؟ أن نضيق عليه. لا يقصد يونس عليه الصلاة والسلام أن ظن أن لن نقدر عليه يعني لا نستطيع، هذا كفر، وهذا نبي كريم لا يمكن يقع منه الكفر، معصوم. فإذا ماذا أراد يونس؟ ظن أن لن نضيق عليه في هذا الأمر، فقالوا فاقدروا له، يعني إيش؟ ضيقوا، والمقصود التضييق، والتضييق على شعبان أن يجعل إيش؟ 29 ولا نكمله فنصوم غدا. فهذا إذن القول الأول، وهو يعني قول في مذهب أحمد، وهو الذي تبناه المؤلف هنا، وهو أن يصام هذا اليوم من باب الاحتياط، أن يصام هذا اليوم من باب الاحتياط. الجمهور، وهو أيضا قول أحمد بن حنبل وليس قول المذهب، قول أحمد بن حنبل أنه لا يصام هذا اليوم، لا يصام هذا اليوم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عدة أحاديث يقول فأكملوا عدة شعبان 30، هكذا 30، وفي رواية فأكملوا العدة، وإكمال العدة أن يكون 30، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا شعبان. فقالوا كل هذه الروايات تدل على أنه إيش؟ أنه لا يصام هذا اليوم، لا يصام هذا اليوم. وجاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قالوا هذا أيضا يعني صريح في هذه المسألة. ثم قالوا الاحتياط أن يبقى من شعبان، لكن هذه المسألة الاحتياط أن يبقى من شعبان تحتمل حقيقة، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فعمل إيش؟ 29 يوما. فالشهر العربي قالوا الأصل فيه 29 وقد يصل إلى 30، قال الأصل فيه 29 وقد يصل إلى 30، لكن هذه القضية هي الأصل فيه 29 الأصل فيه 30 ليست يعني منضبطة. لكن يبقى عندنا أن جماهير أهل العلم على أنه لا يصام هذا اليوم، لأنه يوم شك، قالوا ولم يثبت أن النبي صامه، والأحاديث الواردة. طيب قولنا فاقدروا، لا قالوا فاقدروا أي قدروه، وليس اقدروا بمعنى ضيقوا، لأن لو كان تضيق كان يقول إيش؟ فاقدروا عليه وليس له، فظن أن لن نقدر عليه وليس له. طيب وأما الإنسان إذا امتلأ فقدر عليه، قال فالقدر عليه غير القدر له. قال فهنا قال فاقدروا له أي احسبوه من التقدير، من التقدير. وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يصام هذا اليوم. طيب والذين صاموا من الصحابة؟ صاموا على سبيل الاحتياط، وهذا اجتهاد منهم، وهذا الاجتهاد منهم رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهم، إذا قابله نص النبي صلى الله عليه وسلم فنص النبي إيش؟ يقدم. بل جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدم، لا ليش؟ لأن هذا المشكلة يفتح باب الوسواس، يفتح على الناس باب الوسواس. طيب كملنا 30 من شعبان، ثم جاءنا الخبر اليقين أنه طلع إيش؟ من رمضان، ماذا نفعل؟ نصوم يوما، انتهى الأمر، المسألة سهلة، قضاء يوم، قضاء يوم بعد ما نعيد، ما نصوم يوم العيد طبعا، بعد اليوم الأول اللي هو عيد الفطر الناس يطالبون بقضاء يوم من رمضان، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. نعم.